السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة إن شاء الله أن أنا أقدم لكم مراجعة هامة على منهج شهر إبريل. ولكن قبل أن نبدأ المراجعة أحبتي، نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات الذين أجابوا إجابات صحيحة عن كويز الفيديو السابق. تعالوا الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. هو ده كان كويز الحلقة الماضية: The baby is always a space of noise. طبعا scared of noise، انا بوصف احساس البيبي، يبقى لازم اضيف للصفة ed، scared of بالاي دي، يبقى بتوصف احساس الشخص او البيبي. We are going to leave Aswan on March 1st. طبعا انا عندي هنا يوم محدد في شهر مارس، وهو الاول من مارس، يبقى هستخدم له on. I am looking forward to، انا اتطلع الى، ده من الحتت القليله اللي بيجي معاها ing، يبقى seeing. I am looking forward to seeing you، انا اتطلع الى رؤيتك مره اخرى. ودي كانت اجابات الكويز السابق، وببارك لكل احبتنا اللي اجابوا اجابات صحيحه عن هذا الكويز. وتعالوا مع بعض يلا نكرمهم، بس في ملحوظه طبعا كلنا عارفينها، وهي ان ترتيب الاسماء هو ترتيب حسب الحروف الابجديه. أول طالب متفوق عندنا هو الطالب أحمد هشام القاهرة. آية هشام محمد القليوبية عزبة باشا. بسملة حسن عيد دمياط. تسبيح إمام رأس سدر. حبيبة حسن حماد المنوفية. حسناء، حسناء عبد الوهاب أحمد. حمزة محمد حلوان. سلمى شحاتة الأعمراني. صفاء رضا كفر الشيخ. مريم رضا البحيرة. منى السيد عبد المنعم القاهرة. ميكاسا أكريمان طوكيو. ياسين أحمد ملاوي. ببارك لكل أحبتنا اللي فازوا دول، واتمنى من كل اللي بيسمعونا ان هم يدخلوا على الكويز بتاع فيديو النهاردة في نهاية هذا الفيديو ويجاوبوا عنه، علشان يتكرموا زي أحبتنا دول في لوحة شرف القناة للفيديو القادم بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو مراجعة هامة للصف الأول الإعدادي. المراجعة تخص شهر إبريل أو منهج شهر إبريل، وهو الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة، وهي عبارة عن أسئلة الاختيار من متعدد أو أسئلة الاختياري. يا رب إن شاء الله المراجعة تعجبكم. في رجاء أحبتي إن أنتوا تفضلوا معانا لنهاية الفيديو، علشان تستفيدوا أقصى استفادة من الفيديو، وكمان علشان تجاوبوا على الكويز اللي موجود في نهاية هذا الفيديو. وإن شاء الله منتظر إجاباتكم في الكومنتس أسفل هذا الفيديو، ومع كتابة الاسم والمكان اللي أنت منه، علشان تتكرموا في لوحة الشرف القناة للفيديو القادم بإذن الله. وبتمنى إن أنتوا تركزوا معانا في الفيديو كويس، لأن الكويز بتاعنا متعلق بالأسئلة وجاي من خلال الأسئلة اللي هنشرحها دلوقتي. بفكركم برضو احبتنا سبسكرايب او اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الاول، علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اولا باول، ولايك وشير للفيديو دعما للقناة. نبدأ مع اول سؤال عندنا: حور سبيس دايفينج لاست يير هاد بلايد ديد وينت. طبعا وينت دايفينج ليه؟ عشان دايما جو دايفينج، يذهب للغوص، جو دايفينج. جو بتيجي مع الرياضات كلها اللي فيها اي ان جي. وي كان تو جو سبيس توداي because there is no wind، لان مفيش wind، يبقى we can't go. ايوه برافو عليكم. wind surfing اللي هي رياضة ركوب الامواج، لان مفيش رياح. I love going space to go down rivers. go down rivers على طول، يبقى kayaking. kayaking اللي هي ايه؟ رياضة ركوب الزورق. we sometimes go space across the desert، عبر الصحراء، يبقى على طول trekking اللي هي رياضة الارتحال او التجوال. You should space a sport to be fit. Go, try, take, make. طبعا try a sport، يجب أن تجرب رياضة من الرياضات عشان تكون fit. رقية always plans her future, plans for. طبعا عارفين كلنا plan يخطط للمستقبل، المستقبل ده اسم، يبقى على طول بحط له for. لكن لو في عندي فعل هنا كنا خدنا plan to. plan to بيجي معاها فعل، أما plan for بيجي معاها اسم. If you don't have a good bike، لو ما معكش عجلة كويسة، you can to go. أيوة برافو عليك، سامح حد بيقول معايا mountain biking اللي هي رياضة ركوب الدراجات في الجبال. Space is an exciting experience when something unusual or dangerous happens. طبعا هي ايه exciting experience؟ تجربة مثيرة، يبقى على طول اللي هي الادفنتشر المغامرة. Space going to travel home by bus after school، ده سؤال على طول، طالما سؤالي يبقى استبعد اول واحده. تاني واحده ار يو، تمام هي ار يو اللي تنفع.
برافو عليكم. Are you going to travel؟ اللي هو هل سوف تسافر إلى الوطن بالأتوبيس أو إلى المنزل بالأتوبيس بعد المدرسة؟ Do you ما تنفعش لأن جاي هنا going مش جاي مصدر. Will you برضو بتحتاج بعدها مصدر. What are you going to؟ ها برافو عليكم، مصدر على طول يبقى do. What are you going to do tomorrow؟ ماذا سوف تفعل غدا؟ السؤال اللي بعد كده، What are you supposed to do next Sunday؟ What are you going to؟ صح، ماذا سوف تفعل برضو. You aren't going to space your aunt next Friday. You aren't going to زائد المصدر يبقى to visit. A or an space is a person، هو شخص، who shows places to tourists، هو شوز بيوري للسياح الأماكن. برافو عليكم جايد، أنا سامع حد شاطر بيقول جايد رقم دي اللي هو المرشد السياحي. A or an space is something you sleep in when you go camping. يلا حلوا معانا، كامل، جايد، ديزرت، تنت. برافو عليكم، هي التنت. They took 45 days to cross the desert. أخذ منهم أو استغرق منهم 45 يوم عشان يعبروا الصحراء. It was a difficult a. برافو، سامع حد بيقول journey، ممتازين، هي كانت رحلة صعبة. هي journey عموما عبارة عن رحلة طويلة وتكون شاقة. When you go mountain climbing، عندما تذهب لتسلق الجبال، you should check your، يجب أن تفحص إيه بقى المعدات بتاعتك. معدات يعني إيه؟ ممتازين، equipment اللي هي رقم دي. The journey is going to space 10 days. الرحلة سوف تستغرق، يبقى is going to، أيوة سامع حد شاطر بيقول take. برافو عليكم رقم بي. I am going to go trekking space Sinai across cross course Christ. طبعا أيوة عبر يعني إيه across. برافو عليكم رقم A. Good students should listen to their teachers. التلاميذ الكويسين بيستمعوا إلى معلميهم بحرص. برافو عليكم carefully آخر اللي هي رقم C. He is going to travel space March. ايوه برافو عليكم، ان طبعا علشان جايب لي شهر من غير ما يحدد اليوم اللي في الشهر. الشهور عموما بتاخد حرف الجر ان قبلها، لكن لو في يوم محدد مع الشهر هختار اون. السؤال اللي بعد كده، space is a kind of water sport. هي رياضه مائيه. تعالوا ندور كده، ايوه برافو، سيلينج، سامع حد شاطر بيقول سيلينج. we are going to travel space the desert. نحن سوف نسافر، عايز يقول عبر الصحراء. ممتازين، through رقم A، عبر يعني through أو خلال. I space diving last weekend. ها went diving لسه واخدينها من شوية، واللي هي الماضي بتاع go diving. When you go trekking، عندما تذهب للترحال، you need to space a guide، تحتاج أن يكون لديك مرشد، يبقى to have. I usually go space down the river. I usually go، طالما في down the river. برافو، كاياكينج اللي هي رياضة ايه؟ الإبحار باستخدام الزورق. It sounds space when you go camping in the desert. It sounds على طول، يبقى هجيب بعدها معاها الصفة اللي فيها ing interesting. Sounds interesting، تبدو شيقا أو ممتعا. My sister likes chess. أختي بتحب الشطرنج. And I like it، عايز يقول وأيضا، أيضا يبقى to اللي هي رقم C. فيليز فوج، ده كان واحد مغامر. completed his space on time، أكمل، عايز يقول التحدي بتاعه. برافو، اللي هو challenge. he completed his challenge، التحدي، on time. فيليز فوج went space the world، عايز يقول إن هو مشي حول العالم، يبقى went حول يعني إيه؟ ممتازين، around اللي هي رقم C. We wear sunglasses، بنرتدي نظارات الشمس، to space our eyes from the sun to A. أيوة برافو عليكم، protect اللي هي رقم B. السؤال اللي بعد كده، there is a lot of space in the early morning. في A، في الصباح الباكر، people can't see well، والناس مش قادرة تشوف كويس. fig، rain، fog، wind. أيوة برافو عليكم، fog اللي هي ضباب، يوجد الكثير من الضباب في الصباح الباكر والناس مش قادرة تشوف. trains travel on space lines. طبعا في اللي هي ايه، خطوط السكه الحديد. ممتازين، railway lines. to be a good student، لكي تكون تلميذ او طالب كويس، don't space mistakes، لا تفعل اخطاء. يبقى تفعل اخطاء يعني ايه؟ لا، مش do mistakes، انا سامع حد بيقول do mistakes، هي make mistakes، ترتكب اخطاء يعني make mistakes. I looked at myself in the، برافو، mirror، أنا سامع حد شاطر بيقول mirror.
I always read the space to know the news. عشان أعرف الأخبار بقرأ إيه بقى؟ ممتازين. newspaper رقم C. I space dressed and went to school. I ممتازين got dressed اللي هو الماضي بتاع get dressed يرتدي ملابسه. I space a challenge to run to the end of the street. أنا كان عندي تحدي أو كنت هقوم بتحدي يبقى إيه؟ took. I took a challenge اللي هي الماضي بتاع take a challenge. Which of the following is a dangerous sport؟ أي من الحاجات اللي التالية هو يعتبر رياضة خطرة؟ ممتازين rock climbing اللي هي رقم D. We are going to Ras Sedr on the 2nd of March. نحفظها بقى في الثاني من مارس. On the 2nd of March. Welcome غادة. Make space at home. اعتبري نفسك في بيتك. ده structure المفروض ان احنا نحفظه. Make ها برافو عليكم yourself at home. اعتبري نفسك في بيتك. Make yourself at home. السؤال بعد كده. She did her homework. هي عملت واجبها. Space عايز يقول ايه؟ بنفسها. تبقى herself. برافو عليكو. عملت واجبها بنفسها. She did. انا هنا محتاج reflexive pronoun اللي هو herself. They saw in the mirror. هم رأوا انفسهم في المرآة. يبقى they صح برافو. themselves الاختيار رقم ايه. I can't help you احمد. انا مش هقدر اساعدك يا احمد. You must write the letter. يجب ان تكتب الخطاب بنفسك. يبقى ايه؟ yourself. طالما في هنا توجيه لحد you must you انت يجب ان تكتب الخطاب بنفسك. The small boy smiled when he saw. الولد الصغير ابتسم عندما رأى ايه؟ رأى نفسه on the television. يبقى himself when he saw himself. Amir hurt space uncle. يبقى عور انكله. يبقى ايه؟ محتاج هنا مش محتاج reflexive pronoun ضمير منعكس. انا محتاج صفة ملكية. يبقى his uncle اللي هي الانكل بتاعه. If you don't bend your knees. لو انت ما تنتش ركبتك. You will hurt space back. عايز يقول له هتؤذي ظهرك. ظهرك يبقى انا محتاج برضو صفة ملكية. Your back. That's a very nice picture. هذه صورة رائعة. Did you paint it؟ هل عملتيها بنفسك يا جنى؟ يبقى yourself. The computer turns space off after 5 minutes. يبقى turns itself off after 5 minutes. بيغلق نفسه بعد 5 دقايق. There is a space at the top of the mountains. Look, it's all white. انظر انها كلها بيضاء. يبقى في ايه؟ بيبقى على قمة الجبال وبتبقى لونها ابيض. ممتازين اللي هي snow اللي هي الثلج او الجليد. He put space his hat and went out. عايز يقول هو ارتدى قبعته. يبقى he put. برافو عليكو. on. put on يعني يرتدي. السؤال اللي بعد كده. We can't sail. لا يمكننا الابحار. Because there is no space. No ايه؟ ممتازين. No wind. لانه مفيش رياح. ماهر lives space the beach. عايز يقول ماهر يعيش بجانب الشاطئ. بجانب يعني ايه؟ ممتازين. by the beach. cars و trains و buses كل دول يعتبروا are برافو عليكم forms of transport اللي هي اشكال مواصلات. اشكال مواصلات forms of transport. خلي بالك forms forms مش from ولا firms ولا farms. you should space other people's opinions. عايز يقول يجب ان تحترم اراء الناس الاخرون. تحترم يعني ايه؟ ممتازين respect الاختيار رقم C. my sister's hobbies are different space those of mine. عايز يقول ان هوايات اختي مختلفة عن هواياتي. different برافو مختلف عن يبقى different to. different to وممكن برضو نقول different from. different to تنفع و different from تنفع. I am looking space to seeing you again. I am looking forward. forward اللي هي رقم C معناها اتطلع الى. I am رقم D sorry. I am waiting for a reply space you. أنا منتظر رد منك. يبقى from you. Watching action films مشاهدة الأفلام الأكشن اللي هي أفلام الحركة makes me feel إيه؟ أفلام فيها حركة وضرب نار وكده يبقى على طول هنقول عليها إيه؟ برافو بيخليني excited مصار. excited I love them أنا بحبهم. طب مش هينفع bored بيخليني bored شاعر بالملل ولا unhappy لأن بيقول لك I love them ولا sad حزين. What space going windsurfing. ده عايز يعمل suggestion او اقتراح. يبقى what ايه؟
برافو عليك. What about ما رأيك في إن إحنا نروح نعمل ويند سيرفينج؟ I space myself a cup of tea. أنا عملت لنفسي فنجان شاي. يعمل فنجان شاي يبقى made. برافو عليكم. Make a cup of tea بس ده جايب الماضي منها made. They arrived space the 10th of May. خلي بالك هنا في مايو شهر بس حدد اليوم بتاع الشهر في العاشر من مايو. طالما حدد اليوم قلنا إيه؟ ايوه برافو عليكم. on the 10th of May في العاشر من مايو on، لكن لو مفيش the 10th كنا خدنا in. وبكده احبتي نكون خلصنا الجزء الاول من مراجعتنا لشهر ابريل. يا رب تكون المراجعه عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب واشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول. ويلا بينا نخش على الكويز بتاعنا النهارده اللي انا عارف ان كلنا مستنيينه. today's quiz وهو عبارة عن ثلاث أسئلة اختيار من متعدد ولكنها أسئلة من العيار الثقيل، لازم نفكر فيها كويس يا شباب واحنا بنجاوبها. Today's space لأنها أسئلة متفوقين طبعا لازم تكون أسئلة تقيلة. Today's space is 6 of April 2021. History note album date. Sohaib space some suggestions about the trip. Did talk made gave. حور is sad space her bad marks in the exam of at with about. فضلا احبتي التعليق بالاجابات الصحيحه اسفل الفيديو وياريت كتابه الاسم مع الاجابه الاسم والعنوان او المنطقه اللي انتم منها علشان تتكرموا ان شاء الله في لوحه شرف القناه للفيديو القادم باذن الله. ويا رب كل اللي بيسمعنا يجاوب اجابات صحيحه عن هذا الكويز ويتكرم في الفيديو القادم باذن الله. بس ما تنسوش يلا لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.